واحدة بعت سؤال بتقول: انا فتاة عندي 22 سنة خريجة هذا العام، تقدم لخطبتي خادم عمره 29 سنة، ونحن متفقان علميا وروحيا وثقافيا وعمريا حتى في العادات واجتماعية، ونظرا لظروف عائلية خاصة وبعض موافقة أسرتي صارت الخطبة سرا لمدة 6 شهور، وفي تلك الفترة زاد الحب والارتباط جدا بيني وبينه، وفي الميعاد المحدد لإعلان الخطبة ظهر رفض مفاجئ من والده فقط دون أي سبب يذكر، ومر 3 شهور على ذلك بلا نتيجة، وما زلت أنا وخطيبي بنحب بعضنا بعضا، فارشدني ماذا أفعل؟ البعض بيقول لي ربما يكون هناك عمل مش من أعمال الشيطان، عمل لوالده وخاصة أنه بعيد عن الكنيسة والتناول. ما هي بنتي، كون أن كنت تعملوا خطوبة سرا لأمر غلط، مفروض يكون معروف عند العائلتين وموافقة العائلتين. كمان الخطوبة بتتقدم فيها شبكة، فاللي خطبك ده قدم لك شبكة ولا مفيش؟ ممكن قدمها، جابها من فلوسه ولا من فلوس والده؟